العملية هذه الاغتيال متاع اسماعيل هنا في قلب طهران، وثم الضربات اللي موجهة للبنان للعراق لليمن، هل اشتعلت في المنطقة وما عادش باش تقف العملية متاع هذا العدوان الصهيوني؟ هو ثم كلمة هيركوليس علي وعلى أعدائي تقريبا هذا ما يمارسه يعني نتنياهو. من ناحية ثانية نحب نذكر مش هذه الضربة الأولى اللي تضرب إيران في عقر دارها وفي عمقها، يعني صارت برشة اغتيالات وبرشة تفجيرات في إيران ناتجة على تدخلات إسرائيل. هذا من ناحية. من ناحية ثانية ما نفصلوش حادث ولا هجوم قصف بيروت البارح واغتيال هنية البارح. هو نتنياهو يسعى إلى توسيع رقعة النار، لأنه وقف إطلاق النار لا في صالحه ولا في صالح إسرائيل. هو في صالحه ولا في صالح إسرائيل؟ البعض يقول حتى يمكن من ماكيافيل والبرانس معناه الأمير أشار إلى هذا. وقت اللي تبدأ عندك أزمة سياسية داخلية ولا أزمة داخلية أنك تصدرها بخلق حرب موسعة وكبرى، هل هذا اللي ماشي فيه نتنياهو؟ يقول لك أنا خاسر سياسيا داخل إسرائيل، فبالتالي خليني نمشي علي وعلى أعدائي ونغير وجهة اهتمام الرأي العام. إسرائيل ما هيش نتنياهو. نتنياهو عنده مشكل، والناس كل تعرف اللي عنده المشكل هذا، بمجرد ما تتوقف رحال الحرب يعني يمشي للسجن مثل ما سابقيه أولمارت وكاتس وكلهم دخلوا الحبس بعد. العملية هذه المشكلة المأساة متاع المنطقة الكل هما العرب والمسلمين اللي ما عرفوش كيفاش يشكلوا وزن اللي يعني يعترض هالمناورات هذه، لأنهم تقريبا معادين الناس الكل، معادين محيطهم الكل. تفرقتهم جعلتهم يتناحرون فيما بينهم. وما أنه التناحر فيما بينهم كل واحد منهم عنده وراه مجموعة من دول أجنبية، يلقون أنفسهم كلهم معادين محيطهم الطبيعي الجيوستراتيجي. هذا المشكل اليوم، لأنه إسرائيل ما عندهاش، شفنا أنه يعني حركة مقاومة برك حماس هاو طوى يوصلوا لأربع شهر وما نجموش يتغاو عليها. شفناها كيفاش إسرائيل كيفاش تخاف من حزب الله. كل ما في الأمر أنه ما سماش وحدة، مثل ما قال زعيم بورقيبة رحمه الله يعني عام 65 وقت اللي يسحب السحباني مثل ما يقال، يعني بلاش عروبة. هل الجامعة العربية وين؟ هل المؤتمر الإسلامي وينه؟ هذا من كل ما سماش، يعني ما سماش وزن. المشكل هو في اختلال التوازن. ضيفني حاجة أخرى سي عبد الله، في قراءتك الدبلوماسية والسياسية العالمية معناها وحضرتك سيد العارفين، هل زيارة نتنياهو للولايات المتحدة اللي دامت 3 أيام عندها ارتباط بما يقع الآن؟ لا، ما كانتش ناجحة، لأنه نحن نعرف الولايات المتحدة أولا في حالة انتخابات، ونعرفوا في حال انتخابات الدول بالوزن هذا ما ياخذوش قرارات نهائية من ناحية، وما يبعثوش أولادهم للحرب، يعرفوا أور بويز كما يقولوا هما أولادهم، ما يبعثوهمش للحرب. ونعرفوا اللي ثم ناس ما مدلوش يديهم في الكونغرس، وثم ناس خرجوا تقريب 100 كونغرسمان ما حضروش على الخطاب، لأنه أمريكا بلاد مؤسسات. ونعرفوا العديد من الجنرالات، نعرفوا ستيفان مارشهايمر وزميله في جامعة هارفارد كاتبين كتاب أنه إسرائيل أصبحت عبء ثقيل على الولايات المتحدة أمنيا وعسكريا واقتصاديا خصوصا. ونعرف أن أمريكا بالعين المجرد قاعدين نشوف فيها تخسر موقعها، حيث ما كانتش ناجحة الزيارة نتاعو. وشفنا أنه حتى بايدن اللي قال راني صهيوني بالصوت والصورة، وبلينكن تراجعوا ما عادش نسمعوا كالنغمه هذيك، وما ساندوش، وهو لام عليهم اللي ما بعثولوش حتى الاسلحه في وقت من الاوقات، بحيث تم التخلي عن نتنياهو والتخلي عن اسرائيل كذلك. لان شفنا انه الاجتماع لا امر هام، نحب نقول نذكر به خيانه العرب، يعني 4 أيام بعد ما 7 اكتوبر، يعني في 11 اكتوبر من عام الفارط، التأم لقاء وزراء الخارجيه العرب، والبيان نتاعهم كان تقريبا يطالب امريكا واسرائيل بانهاء المهمه بمنتهى السرعه. هارين 3-4 يقضيوا على حماس قبل ما يقوم عليهم الراي العام نتاعهم. اليوم الراي العام العربي على امتداد المنطقه العربيه، حتى ما دعنا نقول الوطن العربي، على امتداد المنطقه العربيه كلها ضد حكامها اللي اسرعت في التطبيع. نعم، خليفه نجيك في خصوص هذا الموضوع قبل ما نمشيو للموضوع الثاني.
هل ترى في الاغتيال عملية لسحب البساط من حماس في المفاوضات المستقبلية، يعني تصفية القيادة لفتح الباب لقيادة منظمة التحرير أبو مازن لأن تكون هي عنوان المفاوضات المستقبلية؟ لا لا، لأنه حماس تحقق في نتائج ميدانية، ما هيش داخلة في النظريات السياسية، هي موجودة على الساحة وثم ضغط عليها وهي تضغط على غيرها، وما أعتقدش أنه داخلة في المناورات هذه. ثانيا الاغتيال حماس حب نضيف حاجة أخرى، أبو مازن خاين القضية الفلسطينية بتصريحاته صوتا وصورة، وأردوغان مؤخرا نعرف وزن تركيا في المنطقة قال يلزم هذا في عداس يمشي على روحه. ولكن الاغتيال كذلك في تحدي لإيران الحقيقة، يعني ثاني عملية اغتيال تستهدفها إيران، في سوريا قيادة إيرانية، في إيران قيادة فلسطينية، هل هو بداية إذن بضعف إيران أنها ما هيش قادرة أن تلعب أدوار متقدمة في علاقة بالقضية الفلسطينية؟ لا، ما هوش ضعف إيران، لأنه حتى الدولة احنا شفنا فرنسا تشيراك كيفاش قداش من يعني انفجار وقع فيها، ما نجموش نقولوا فرنسا ضعفت، هذوما الذئاب المعزولة ولا المنعزلة المنفردة. ولكن هذه عملية دولة، هذه الموساد الإسرائيلي، ايش عملية إرهابية متاع قوى متطرفة؟ هل هي الموساد تأكد هذا سي عبدالله؟ هل تراها الموساد ولا عملية عسكرية معناها؟ هل هي الموساد مخابراتية ولا عسكرية العملية؟ اثنين مزدوجة، لأنه ما ثماش عسكرية عند إسرائيل بلاش مخابراتية، لازم يقول الساحة. وأنا ذكرت منذ حين أنه وقعت انفجارات قبل واغتيالات في إيران من ناحية، ومن ناحية ثانية هذه تنم على رغبته واللي أشير إليها في عديد المرات، أنه نتنياهو يحب يجعلها حرب يعني إقليمية أو حتى عالمية كان لازم الأمر بشمع. هو سي عبدالله نختم بهذا السؤال في خصوص الموضوع الأولاني، هل من المنتظر فما رد فعل عسكري بطبيعة الحال من طرف طهران وإيران؟ لن يكون متهور، لأن الإيرانيين علمونا طيلة العقود منذ 79 والثورة أنهم يحسبوا الكالكول بيان لوركو كما يقولوا، ما يتهوروش وهم يهديوا في حلفائهم، حتى ما يمطلوش أتباعهم لأنه الناس يحبوا يردوهم أتباعهم، لكن حلفائهم في المنطقة باش ما يتهوروش، لأنه العمل العسكري هو هنسة قبل كل شيء. واضح واضح. خليفة نجيك في خصوص الموضوع الثاني. الموضوع الثاني واللي هو فيه شيء من حضور إسرائيلي نظرا لتوجسات الجزائر فيما يحدث في المغرب، لكن مفاجأة سحب السفير الجزائري من فرنسا على خلفية موقف فرنسي من قضية الصحراء، كيف استقراه الموقف هذا؟ هل هو انتخابي بالنسبة لتبون ولا موقف مبدئي في علاقة بموضوع الصحراء الغربية؟ هذا سي ماكرون يستنفذ في ذخيرته. نحب نذكر مستمعينا أنه كل زعماء فرنسا يعني سياسيين فرنسا يكملوا حياتهم في المغرب، كل واحد يمشي يشري رياض فيلا يعني في منطقة مزدهرة يشري ولا يهديه له ولا يهديه له نفس الشيء، لأنه حتى الشراء يشري بفلوس الرشوة. أمر واضح، فهمتي؟ كلهم موجودين غادي من ناحية. من ناحية ثانية ماكرون مناورة منه يزرع في الشوك على طريق المنظومة اللي ما زالت ما تشكتش نتاع ميلانشون وجماعته، يعني يزرع في الشوك على خاطر إذا كانت تعكرت علاقة فرنسا بمحيطها، على خاطر مجرد ما تتركز المنظومة الجديدة باش يتراجعوا في القرار هذا. نعرفوا ميلانشون ماهوش بارتيزان تاع يعني المغرب، نعرفوا العكس تماما، بحيث مجرد ما ياخذ قرار ضد هذا باش تولي عنده صعوبات يعني مع المغرب. هذا من ناحية. من ناحية ثانية احنا شفنا اليوم كيف تحلل، كأننا عايشين في كواليس مسرح يعني وراء الستار، نشوف الناس تبدل في حوايجها وكذا، اليوم حتى ما يعرف شكون مع شكون، التحالفات قاعدة تتبدل بسرعة البرق. ويكفي ان نقيس على تونس، لانه مش مجرد انك تقول انا مع الشرق ولا مع الغرب باش تتبدل الامور، لانه ثم جذور لكل علاقة ولكل وضع سياسي، وثم مصالح مجرد ما تمس اي قراءة يعني اي جهه تلقى مصالح تضرت اللي باش تصمت، ومصالح اخرى تحب تتقدم اللي باش تناصرك ويحتدم الصراع.
هذا ما قاعد كيف عايشين. كيف ستكون ردة الفعل الفرنسية وانعكاسها على معناها شمال افريقيا ان شاء الله ولا المغرب العربي بشكل عام والجزائر وتونس بشكل خاص؟ هو اول حقيقه ما كان القرار اللي خذاه هذايا مش في مصلحه فرنسا ومش هذا القرار الاولاني اللي ياخذوا فينا ماهوش في مصلحه فرنسا وفرنسا بنفسه من اللي جاء يدينونا في قرارات ماكرون على خاطر نعرفوا انه حاجه اوروبا للطاقه اليوم غاز ونفط ونعرفوا المصدر الوحيد اليوم في افريقيا الشماليه والمصدر الوحيد اللي هو مباشر يعني عكس الامريكان اللي ضعفوا اربع مرات سوم الغاز منذ قصفوا القناة اللي تزود القناة الروسية اللي تزود أوروبا بالغاز. اليوم الجزائر تو تشوف ميلوني شنو التصريح اللي باش تعملوا والبقية دول أوروبا باش يضغطوا على فرنسا وينعتوها بعدم المسؤولية خصوصا ماكرون بعدم المسؤولية اللي في ظرف احنا مازلنا الأسبوع الماضي كنا نحكيه على خط نتاع تيار كهربائي باش يمتد من تونس لإيطاليا باش يتعدى لأوروبا ونحكيوا على القنوات وتونس ما يعني منطقة عبور هذا الكل ما ينجموش الدول الأوروبية يتنساوها خصوصا أننا نعرفوهم أنهم متناحرين فيما بينهم بخصوص الموقف إذا يعني من روسيا وأمريكا. هذا عنصر عدم استقرار إضافي لأوروبا والمنظومة الأوروبية.